الأكاديمية شنو هي؟ هي مدرسة من نوع جديد. الإبداع ديالنا هو أنه تنخليو واحد 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 الشاب اللي هو يمكن له يكون دار لافاك ولا لوفيس ولا كاع ما قابتش الباك، وهذاك الشاب تنعطيو له الفرصة في ظرف 4 شهور حتى 6 شهور باش يولي مبرمج، دونك يولي ديفلوبور انفورماتيك. علاش هادشي مهم؟ هادشي مهم لأنه هادشي تيمكن هذاك الشاب ولا هذيك الشابة في ظرف 4 شهور حتى 5 شهور بأنه يدخل لقطاع الشغل. دونك اليوم في عام تمكنا من ان نكونوا اكثر من 100 شاب وشابه، و 95% دونك 95 واحد خدام. هذا الشيء انا بغيت نوصلو للماكسيموم ديال الشباب في المغرب، لانه اليوم تيبان لي بانه هذا القطاع هذا اللي هو القطاع ديال ديجيتال ديال لي ميتي دو نوميريك، سي ان سيكتور، هو قطاع اللي تيعيش واحد النمو كبير، وهذا النمو خصنا ناخذوه كفرصه بالنسبه للشباب ديالنا باش نوصلوهم حتى هما لهاد الفرص الشغل اللي كاينين في هذا المجال هذا. والاقتناع ديالي هو انه الى كانت عندنا الثقه في هاد الشباب باش يوصلوا راهم غيوصلوا، وبما انه لي زونتربريز ديال هاد لو سيكتور حتى هما داخلين معنا في هاد المنظمه هادي وخداو الشباب اللي هنا اللي حنا كوناه وهما فرحانين به، اذا رحنا عندنا واحد الوصفه اللي هي ناجحه واللي خصنا دابا نوصلوها لماكسيموم ديال الناس في المغرب. اليوم عندنا ثلاثه ديال البرامج، جوج من هاد البرامج هما يسون بارتناريا دونك مع لا بي بي ومع لانابيك اللي هي دونك سي ان اورغانيزم بوبليك، وحتى مع المينيستير دو لاندستري اي دو كوميرس. دونك احنا بالعكس ما تنامنوش في التفريق بين الخاص والعام، بالعكس خصنا نخدموا كاملين يد في يد باش نوصلوا. دونك القطاع الخاص راه خدام واللي مزيان فيه هو مبدع، والقطاع العام عنده واحد لا كونتيتي كبيره ديال لي جون اللي خصنا نلقاو لهم واحد الفرصه ديال العمل. دونك نخدموا اونصومبل ونوصلوا هذه الوجبه هذه للوليدات ديالنا والبنات.